فاش تبيع يا حاج؟ ربي يرفع لنا كل بلاء وجاه المصطفى ساعه ولن. امين. وربي يهنينا ويرزقنا من رزق حلال الطيب. الدنيا غاليه ما لها ما فيها متر من كل ناحيه. الحم نخزروه بعينينا من غير لا ناخذوه. فاش تبيع عند توفي رمضان؟ نبيع في شويه مرمز. مخذور مرمز. والمرمز هذا عليه قبال ولا؟ ياك شويه كيك وبر. فما شويه هكاك وما تخذينها غالي. هيك هو. نهار رمضان تعديه كل في المرشي؟ مش نعديه في المرشي. شو نعمل؟ ربي ان شاء الله يهنينا وربي يلطف بينا اولن. وربي ينحى لنا السقم بجاه المصطفى. وتوا الاسعار نتاع الاسعار نتاع الخضره نتاع الغله نتاع في المتناول غالي يا ولد عمي. ما فاهم تراك تشوف اللي ثم تشوف كل شيء غالي. اشنو اللي تحكي لي عليه غالي ما كثرش من كل شيء غالي. الخدمه هذه اللي تخدم فيها مكفياتك في رمضان؟ وين تكفي؟ هذه تكفي بعائله وش تكفي؟ شو عندها ما تكفي؟ كيفاش تعمل في رمضان؟ وش عندي ما نعمل؟ هيك تخزر. انا قاعد نشوف وندور وكول ندور وكرك. راك تاكل في شويه لحم في رمضان وفي شويه حوت. شوين من اللحم يا حسره؟ الحوت عاد الحوت ما تقربوش خلاص. واللحم هذاك تشوفوه بعينينا برك. والدجاج الابيض هنا عايشين بيه. ولكن الغلاوي خويا. توا حاجه بيني وبينك توا في النهار قداش تصور؟ تصورش 20,000 30,000 في النهار؟ في رمضان. يهديكم برا. لان جايبه بالفلاحه انا مشاريه. هذا كيك تدبير الراس وخير من القعده في الدار وبر. يعني باش تخرج في نهار رمضان تبعد عاد قنقين نتاع الدار تخرج تدعم شويه تجاره. ما نحبش نقعد في الدار. الدار ما نحبش نقعد فيه خاطر مشاكلها هي. يعني تو الراجل الكبير كي يقعد في الدار في رمضان يعمل مشكله؟ لا ما يعمل مشكله. يعمل فن يعمل مشكله. هي تراها الدنيا كلها معوجه ليه. ويبعدهم خير. ربي ان شاء الله يهنينا. يعني تجي للمرشي تعمل شويه تجاره خير من تقعد في الدار. طبيعي هذا يعني شيء معروف خير من تقعد في الدار. هنا بيك وبغيرك هاي بالسلامه شنو احوالك لاباس يدور شويه من هنا ومن هنا ويمشي يصلي الصلاه ويدور كيما تدور يشوف بعينه ويمشي على روحه. تاخذ في انتريت حاج؟ واش من انتريت؟ انتريت مو مريض. انتريت مرضى مريض. حاجه نتاع 170 180. قداش عندك في العائله منوح؟ العائله تبارك الله خيرات ربي. تكفيها من 170؟ تكفي منين تكفي؟ هكذا ما تدريش ماء وضوء. يا ماء وضوء ما تكفيش. وتعرف هذايا انت الماء والضوء. ومصروف رمضان يزيد يكمل عليه. خلي عاد من رمضان هذاك والله ناخذ كلكات منه. انا برشا حاجات ما نقدرش عليه. هكا هو. تحفظ شوي قرآن في رمضان حاج؟ بالطبع. عاد عبد لك جد نسلمه في حاجة ربي وشنو الفايدة؟ صلاتي وعبادتي تروح. أنا مازلنا ما ندروش عليها. واحد يقول ثم واحد يقول ما ثماش. تعطينا شوية دعاء للشعب التونسي حاج؟ إن شاء الله ربي يسترنا ويلطف بينا ويطلع بينا أصحاب الخير وأصحاب المعروف. ويبعد عننا كل بلا وكل قضاء. الرجال الكبار اللي قاعدين يعملوا في مشاكل في الدار في رمضان إيش تقول لهم؟ نقول لهم ربي يهديكم. ووسعوا بالكم. ما تنصحهمش باش يخرجوا كيفك يدوروا شويه البر يبعدوا على النساء. ننصحهم وماذا بيطلع يطلع البر يدور خير خير من اللي يقعد في الدار. يبدأ خرنن كي يقعد في الدار. خرنن هذيك معوجه هذيك معوجه وكبار وصغار وبر. وقال لي قلت لك تنف ولا ما تنفش؟ لا ما تنفش. ما تكيفش؟ نتكيف. كيفاش تعمل في رمضان؟ واش تعمل؟ من السحور حط غادي كل شيء. الا من حيا وعاش. يوجعك راسك في النار؟ لا شويه كيك المده الاولى بالطبيعه. قداش عندك تتكيف؟ عندي برشا. تو في رمضان هاك تنجم ما تكيفش في النار، علاش ما تكملش تواصل على طول حتى بعد رمضان تقعد ما تكيفش؟ يا والله يا ما نجمش، ما نجمش نبطل. الطبيب قال لي بطل وما نجمش نبطل. والله الطبيب قال لي بطل الدخان ما نجمش نبطل. تو ما خير في شقان الفطر صحيح مقارونه وصحيفه شربه ولا سيجاره؟ لا 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 ايش من سيجارو عاد؟ السيجارو بعد يشربوا بعد العشاء يجي السيجارو. اما من الاول والله ثم ناس تطلع من الجامعه تتكيف. هذيك ما انت من انام العباد تتكيف؟ ندور شبيل ما نتعشى.
والامور بدات تتحرك و... فما شويه قبال شاب شويه اي فما شويه فاش تبيع انت؟ ها شويه حمص شويه فول شويه لوبيا شويه زعتر وكليل والحمد لله ويعيشوك هذوما في رمضان؟ الحمد لله عايش مش نعمل اكثر هذا مش نعمل اكثر من هذا ما عندي ما نعمل قداش عندك من واحد في العائله؟ احنا توا اربع والخدمه ذي تعيشك؟ الحمد لله تعيش الحمد لله انا بشويه بشويه بتريبك مش نعمل في رمضان كل يوم تاكل لحم؟ لا مش ديما مرة جيش مرة حوت شوي شوي الأسعار غالية يس يس والله يا حليلي التونسي والله نشوف وجهك برشا حسرة وتعبى حاجة تعب مش نعمل نخدم على أمي وعلى أختي وعلى بنت أختي وانت هانا نتعاون تريف تريف والحمد لله وبي عندي بي بابا مازال كي مات وعنده 5 سنين ملي مات كان هو اللي يصرف كان هو اللي رب العائله واللي تاني ما تحملت المسؤوليه الحمد لله معناها باهين معانا الحق يرحم والديهم ما نكذبوش عليهم يحترمونا ونحن في وسطهم الحق يرحم والديهم جماعه المرشي الكل يرحم والدي ما تصيرش مشاكل في رمضان؟ لا حشيشة رمضان؟ لا شوي فم كي تصير عركه ما تخافش وانت مراه في المرشي؟ نخاف ونقول وسع على ساعة نحزوا ونقول ربي يهدي أما مش ديما الحق يرحم والديهم الحقيقة مش نكذب عليهم رجال بمعنى الكلمة بصراحة في نهار رمضان قداش تصور تقريبا؟ ثماش 50,000 60,000؟ والله ساعات 30,000 ساعات 20,000 هنا ونكك الروح ساعتين نصلي على النبي 30,000 تروح ساعتين ولا بس؟ ساعتين ونص ما ثلاث هكاك مش معناها انا والوقت ونروح عندي امي مركبينا نفطرها خاطر عندي طيب شغال الفطر وكل شيء شغال الفطر وكله نتاع وهذا مش نعمل بيع شويه ملسوقه ولا؟ لا جاري نجمش نبيع معاه جاري مهدي هاني نبيع في شويه عشيه يا ربي ورداك عيشك ينورك عيشك اصحاب الخير وصلي على النبي والله نصلي على النبي ربي حنن ثم شكون ما يشريش من عندك ويعطيك؟ لا ما يشريش ساعات ما يشريش ويعطيك كما السيد هذا يعطيك الوجه الله كان هذا يعطيني كان هذاك يعطيني حق عنده مرته والمدام نتاعو الحق يعطيوني 5,000 هكا انا نقول فرحه كبيره 5,000 في رمضان في البرك الله مرك النهار مسخره زغروت 5,000